هناك منجزات كثيرة حققتها أيام مقاومة تعز، أولها الصمود. الصمود أساساً منجز بحد ذاته. أي مقاومة من المقاومات هدفها أو غايتها الأساسية هي الصمود. ولهذا نحن إذا أردنا أن نأخذ هذا المعيار فإن تعز نجحت نجاحاً تاريخياً. الأصل أن السؤال الطبيعي والذي سيكتب في التاريخ هو كيف استطاعت تعز أن تصمد سنة أكثر من سنة؟ ولماذا عجز جيش علي عبد الله صالح 13 معسكر مع ميليشيات مسلحة أن يخترقوا تعز؟ هذا السؤال هو الذي يجب أن يتردد، وهو الذي سيعوده التاريخ. صمود يبدو أنه من المدن القليلة التي صمدت هذه المدة الطويلة. طبعا هذا الصمود هو منجز بحد ذاته. المنجز الثاني إعاقة مشروع الانقلابيين. الانقلابيين لهم مشروع سلالي عنصري أعاقتهم تعز، أربكتهم، وهذا أمر معروف. إسقاط ورقة الشطرية، الجماعة عندهم أكثر من ورقة يلعبوا فيها، من ضمنها طبعا الطائفية أو المناطقية التي لعبوها كثيرا. طبعا من ضمنها الشطرية شمال جنوب، جاءت تعز وسحبت عليهم هذه الورقة وإلى الآن. ولهذا هم يحاولوا كثيرا أن يحيوا هذه الورقة، أن يلعبوا بهذه الورقة، أن يخرجوا تعز عن دائرتها. وأنا لا أعتبر ما جرى في الجنوب من طرد أبناء الشمال أو أبناء المحافظة الشمالية وأبناء تعز إلا ضمن هذا المخطط الذي يريد أن يكون التشتير والتجزية بين المحافظات عبارة عن مشروع ينبع من الناس. أرادوا أن يدفعوا تعز ردة فعل، ولا يعلم تعز أن تعز هي أساساً حاملة للمشروع الوطني، وهي تعني بمعناها الوطن. ولهذا فشل الكلابيون وكل من يريد تشطير تعز بمقاومة تعز عاقوا هذه العملية وهذه الصورة. تحولت تعز إلى ملهمة للمقاومة. نحن يجب أن نعرف أن اليمن ينظر إلى تعز كنقطة ارتكاز، كأساس، كوجهة، كحلم، كمشروع وطني. ولهذا أصبحت تعز ملهمة للمقاومة. نحن أمس شاهدنا في التلفزيون في مارب كتيبة اسمها كتيبة من؟ كتيبة الشهيد محمد اليمني، الصحفي الذي استشهد في تعز. نحن سمعنا قبل هذا أشهر كيف فعل طلاب مدرسة الكويت في صنعاء الذين قالوا لمحمد الحوثي ارحل، وقالوا بالروح بالدم نفتيك يا تعز. وسمعنا كيف وقفت طالبات رابعة في صنعاء عندما جاء محمد الحوثي ونائب وزير التربية وأرادوا أن نشر ثقافة الانقلابيين. قامت الطالبة رباء وطالبات رابعة في صنعاء تهتف في وجوههم بالروح بالدم نفديك يا تعز. إذا أصبحت تعز ملهمة للمقاومة في الجمهورية اليمنية في الوطن. في تعز نسمع أيضا عن كتاب الشهيد محمد القشيبي، ذلك الضابط الذي صمد أمام الحوثيين. في تعز هناك شهداء من خارج تعز، وهناك الآن ناس مقاومون في الجبهات من كل المحافظات. إذا هذه القوة وهذا مصدر القوة، لن يستطيع أحد أن يجر تعز إلى مربع آخر، مربع المناطقية أو التشطير. هناك خطة معلومة لها. نحن بالمناسبة هذه الأيام مناسبة مرور 100 سنة على اتفاقية سيكس بيكو الذي وزعت الوطن العربي. هم الآن يريدون تقسيم المقسم من أجل الوقوف ضد الحلم العربي. الحلم العربي انطلق في 2011 في الربيع العربي، وما يجري بالأساس والمختصر هو مواجهة للشعوب، مواجهة للربيع العربي، وهم لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا الحلم مهما عملوا حواجز. فإن حلم الشعوب إذا انطلق مثل التيارات، مثل شلالات الماء، عندما تدفق فإنها تتوقف لحظة، توقف ساعة، ساعتين، شهر، لكنها تتجاوز الحاجزين وتجرف كلها. والمسألة مسألة سنوات، مسألة وقت، لكن أهم شيء أن يحمل الناس، أن يحافظ الناس على قوة المقاومة وقوة الثورة ولا ينكسروا. الخطر لا يأتي من الخارج، في ثورات الشعوب لا يأتي من الخارج، وإنما يأتي من الداخل، يأتي من الروح، من انخفاض الروح.
طالما وبقة الروح موحدة، طالما وبقة الروح قوية وثائرة، فإن الشعوب ستحقق حلمها وغايتها وأهدافها اليوم أو غدا. مصادر قوة المقاومة في تعز: الثقافة الوطنية والروح الوحدوية. عندما جاء الحوثي إلى تعز، قام شباب تعز بصدورهم العارية وأوقفوا ضد الجنود الذين أعلنوا بلسانهم أن نحن يا أصحاب تعز ما نشتيكمش، نحن نشتي من عدن، لكنهم وقفوا ضد هذا المشروع لأن أبناء تعز لا يفرقون بين تعز وعدن، ولا بين تعز وصنعاء، ولا بين تعز والحديدة، إلا أنها مناطق في بيت واحدة. من مصادر القوة أيضا وحدة المقاومة ورؤيتها. على كل، المقاومة في تعز موحدة، نحن نتكلم على الشكل العام. المقاومة في تعز لو دعمت ولو كان ممكن تكون نموذج للمناطق المحررة، لكن هناك أجندة وهناك صراعات وهناك قوى متصارعة، نحن سنبقى حتى نصل. هناك هدف للمقاومة وهو إسقاط المشروع السلالي، إسقاط المشروع الاستبدادي وإقامة الدولة. هذه يبدو أنه بالغالب العام متفق عليها المقاومة، يجب أن نحافظ على هذا، على هذه الروح. في تعز أيضا ضعف ثقافة الفصائلية والقروية لصالح ثقافة الدائرة العام. هناك دائرة العام هي تعز واليمن، نحن يجب أن نفرق دائما في قضية الصراعات. أن تعز هذه جاء بعد ثورة الجمهورية، فأذل تعز بقضية واحدة، بقضية أنه أي واحد يتكلم على حقوق تعز هو مناطقي. إذا ظلم واحد من تعز وقام الناس يلتفوا حوله قالوا مناطقي. هنا الخلط، الأصل أن الناس يدافعوا على حق على تعز كما يدافع أصحاب الحديدة على أصحاب الحديدة، ولما تأخذ تعز حقوقها وتأخذ الحديدة حقوقها إنما هي تأخذ اليمن حقوقها. ولهذا نحن عندما ندافع عن تعز ندافع عن دائرة داخل الدائرة الأكبر وهي اليمن. هناك مخاطر تهدد المقاومة. أنت ممكن تعكس مصادر القوة، ترجع إيش؟ مخاطر. التراجع في الثقافة الوطنية والروح الوحدوية، هذه من المخاطر التي يجب أن يتنبه هناك خطين للمقاومة: خط الجبهات وخط المدنيين والإعلاميين والسياسيين، خطين متوازيين. ولهذا يجب أن يستمر الإعلاميين والسياسيين والمدنيين في تقوية الحاضنة الشعبية من أجل أن يحموا تعز من التراجع في الهوية في الثقافة، لأن هذا خطر وأهم مظاهر الانهزام. أنا أنهزم عندما أحصل هذا يضربنا وهذا يضربنا وهذا يخبطنا، فأتنازل عن هويتي، أقول أنا أشتي جمهورية تعز، أنا أشتي تعز مستقلة. تعز مستقلة فين يا أستاذ؟ في هذا الظرف، خاصة عندما ترفع هذه الشعارات، إنما تبرر من يطرد أبناء تعز من عدن وتعتبر مبرر. ما جرى في عدن جريمة، مش المسؤول عليه أبناء الجنوب ولا أبناء عدن، مسؤول عليها المسؤولين من فعلها. نحن يجب أن نقف ضد هذه الجريمة شعبيا وإعلاميا، ونبقى بعدها ولا تسقط بالتقادم، لأنها اعتداء على حق مواطن. في عدن ابن تعز ولا ابن الحديدة ولا ابن حضرموت هو مواطن داخل تعز، ولا يحق لأحد أن يعتدي عليه أو يرحله. ممكن إذا كان هناك تهمة يسجن، يعمل السجن سجن المواطن، لكن لا يرحلوش إلى مناطق الترحيل، هذا اعتداء على حقوق المواطنة. لكننا لا يمكن أن نبدأ ونقول إذا خلاص نحن، ما دام مثل ما قال المصريين هذاك، عندما قتل واحد قبيلي مصري في مدرسة في قبيلة، جاء القبيلة الثاني مسكوا المصري قالوا ايش نقتلك؟ ليش؟ قالوا مصري بدل مصري، لأنه مش معقول نقتل واحد يمني زاحف بمصري سمين. يعني هذه الأمور الصغيرة تجاوزتها تماما، ولن يكون من تعز إلى المشروع الوطني. من المخاطر التي تهدد أيضا تسلل الضعف واليأس إلى الحاضنة الشعبية. هذه من المخاطر التي تهدد المقاومة. الحاضنة الشعبية هي الأصل، ولهذا يعني أي تسلل ضعف الحاضنة الشعبية هذا يسمى مخاطر. ولهذا يجب أن نعرف
أن الحرب الذي أن القنابل التي توجه للجبهة هناك أسلحة أخطر من القنابل التي توجه للجبهة وهي الشائعات والدعايات. هذه الشائعات والدعايات اليومية التي تضخ يوميا من مطابخ الخصوم أساسا تستهدف الروح المعنوية للشعب للحاضنة الشعبية، فضعفت الروح المعنوية للحاضنة الشعبية ضعفت الجبهات. ولهذا يجب أن نعرف أن نحن في جبهة نواجه أخطر من المدافع والدبابات، نواجه خطر الشيعة، خطر الدعاية، خطر اليأس، خطر الإحباط. هذا يجب أن نعرف نحن مقاتلين في الصف الأولى. أما أن نتحول إلى مرددين لهذه الشيعة ومرددين لهذا الإحباطات فهذا أمر خطير، نحن نقتل أنفسنا بأنفسنا. ولهذا من أهم هذه المخاطر التي يجب أن نتنبهها الشيعات والإحباطات التي يجب أن يكون الإعلام والناس والنخبة في طريقة في طليعة المحاربين. تسرب الفرقة والصراع داخل المقاومة هذا من المخاطر التي إيش تهدد المقاومة. لكن أنا أقول ومن خلال نظرتي أن المقاومة بشكل عام موحدة ولديها هدف واحد. هناك خلافات لكن هناك اتفاقات. يكفي أن مجلس التنسيق هذا مهما كانت الأخطاء والسلبيات، وجود مجلس التنسيق الدائم، وجود الاجتماعات الأسبوعية، وجود الحل، هذه علامة على وحدة المقاومة وعلى حياة المقاومة الذي يجب أن نسردها بكثير من الدعم وليس من الإحباطات. هؤلاء الأبطال الذين يبوعون ويقاومون ويكسرون العدو، هؤلاء الناس أبطال، يجب أن نعرف قصصهم. نفرق بين الأخطاء التي تقع في الشوارع، والعلم أن الأخطاء التي تقع في الشوارع هؤلاء يمكن نسموهم من هامش المقاومة الذين يرتزقون بالمقاومة. لكن المقاومة الذي يبذل روحه ودمه ويبقى يمشي حافي الجبهة هذا حرام أن توجه له التهم، هذا نوع من الانتحار. هؤلاء الأبطال يجب أن نوجدهم، هؤلاء هم شرفنا ومجدنا، هؤلاء جالسون ليل نهار صمود أسطوري. الآن كل يوم هجمات بالرشاشات والصواريخ والمدافع، وكل يوم 30 طقم 40 طقم 20 طقم، وتعس تحولت مثل جائعة محرقة لكل هذه القوة. إذن هذه بمن؟ هؤلاء الأبطال. ولهذا علينا أن نعطيهم حقهم، ولا يعني هذا أن نسكت عن الأخطاء التي تقع، بس علينا يجب أن نعرف أن من يرتكب أخطاء في شوارع تعز أن شوارع تعز ليست متارس، المتارس هناك. المقاومة تبقى مقاومة، هذه مقاومة للجيل، مقاومة للتاريخ، هذه شرف تعز. هؤلاء الأجيال بعد 1000 سنة سيذكركم. المطلوب أيضا رفع وتيرة الإسناد الشعبي والإرادة الشعبية والتحدي على الجميع، المبادرات الجميع يلف هؤلاء الناس إلى الجبهات إلى الدعم. الدعم الرمزي هذا دعم مهم. الكعكة هذه اللي تذهب إلى المترس هذا ما أدراك كم هي الروح المعنوية اللي تعطي، هذه قوة، هذه توازي المدفع والدبابة والصواريخ. الوردة التي تعطى وترسل إليهم يجب إذن أن نبدع في مبادرات تسند وتعطي رسالة للمقاومة اللي هناك أنك لست وحدك وأنك معبر عن أمة وعن شعب وعن كرامة. هناك أيضا لابد من إدراك حقيقة المعركة. هناك تشابك حاصل بين مصالح إقليمية ودولية، الناس مصالحهم في اليمن يتحاربوا يتصارعوا، هناك تأخير هناك تقديم. يجب علينا أن ندرك هذه التشابكات، والحل هو مزيد من القوة والإبقاء لكي تحول تعز والمقاومة إلى مؤثر مش متأثر. كلما أعلنت أنك صاحب قضية لا تزحزح كلما أصبحت قوة تدرك هذه التشابكات. أيضا ألا نعيش نحن كحاضنة شعبية كمقاومة، يجب ألا تحركنا اللحظة السلبية. هناك لحظة سلبية، هذه قد تعبر عن سواد، هذه اللحظة قد تعبر عن إحباطات، هذه اللحظة قد تعبر عن تجمع العالم ضد حلم الشعوب. نحن يجب ألا تحركنا هذه اللحظة، هذه اللحظة تنتهي. حركة التاريخ تقول أن الكبير يرجع صغير، طالما أنت مصر فإن هذه اللحظة ستنتهي وستأتي لحظة الشعوب. من المهم أن تحافظ على روحك وعلى ثروتك مهما كانت اللحظة سوداء فإن داخلك أبيض ومنتصر. عوائق الحاسمة ومتطلباته، هذا المحور يقدمه الأستاذ عبد الرحمن قيادي في المقاومة الشعبية. أريد أن أوضح أن أي عمل لابد أن تعترضه عراقيل وصعوبات
ولا يوجد أي عمل متكامل، ولكن الذكي من يسخر تلك العراقيل لصالحه ويواجهها ويعمل على تذليلها. من العراقيل التي نواجهها نحن كمقاومة قلة الإمكانيات من السلاح والذخيرة والمصاريف والتغذية. طبعاً السلاح في بعض المواقع الآلي الواحد الكلاشينكوف هذا يتناوب عليه فردان، الذخيرة في بعض الأيام لا نحصل عليها، المصاريف معروف أن كل المقاومين الموجودين الآن لا يحصلون على مصاريف منذ أشهر، التغذية علمها عند ربي ما فيش. هذه من الصعوبات. نحن عندما توجهنا إلى تحرير الجبهة الغربية ووصلنا إلى أوكار الحوثيين وكتائب المخلوع صالح وجدنا عجب عجاب، التغذية اللي كان يحصل عليها هؤلاء الإنقلابيين بالكراتين. طبعا نحن معروفين أننا نقاتل دولة، صحيح أنها عبارة عن ميليشيات، لكن هذه الميليشيات أخذت سلاح دولة، أخذت إمكانية دولة تقاتلنا بأموالنا الموجودة في البنك المركزي التي انتهت. المقاتل فيهم يحصل على ما يكفيه من مصاريف وما يكفي أهله، نحن نخرج نقاتل، نجلس في المتارس، أهم كيف أكل نفسي وأهم من أولادي. ولكن مع ذلك الحمد لله أن الله عز وجل قيض لنا شباب همهم الدفاع عن دينهم والدفاع عن أرضهم وعن عرضهم، اختلاف ذات البين. صحيح أن الهدف واحد، تحرير مدينة تعز، مقاتلة هؤلاء الميليشيات القادمة من الكهوف، مواجهتهم، ولكن هناك اختلافات. كل جماعة ترى نفسها أنها هي الموجودة الوحيدة على الأرض، هي التي تسيطر على الموقف. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ريحكم ما هي؟ وتذهب قوتكم. فاختلاف ذات البين موجود. هؤلاء الذين الآن كل شخص أو كل جماعة تظن أنها هي الوحيدة التي تسيطر على الوضع في الأرض، نسوا أو تناسوا أن النصر كله من من؟ النصر من الله عز وجل، أنزله عليهم حينما وقفوا يدا واحدة واجتمعت كلمتهم. وكل الانتصارات التي تحققت في مدينة تعز الكل يعلم أنها ما تحققت إلا عندما اجتمعت الكلمة وتوحدت كل الكتائب وتوجهوا إلى المتارس للقتال. أغلب ما وجدناه إعلام يبحث عن السلبيات ويجعل منها جريمة كبرى وينسى إيجابيات المقاومة وتضحياتهم وإقدامهم، وينسى أن فيهم من قدم روحه شهيد، وينسى أن فيهم من هو الآن معاق في بيته، من هو الآن مريض لا يجد حبة علاج، ما يستطيع أن يتعالج. ونحن إذا ارتكبوا خطأ عممنا الخطأ هذا كله على المقاومة بشكل عام وبدأنا ننهش فيهم. الحلول من وجهة نظري: الضغط الشعبي المتواصل عبر الوقفات الاحتجاجية واللقاءات مع القادة من أجل الإسراع في تحرير تعز وتوحيد الجهود والرؤى بين القادة وتقريب وجهات النظر بينهم والمساهمة بحل الإشكاليات العالقة بينهم، لأن الضغط الشعبي يدفع الفصائل والقادة نحو الوحدة. وفيه تأكيد إذا استمر هذا الضغط الشعبي من خلال الوقفات، من خلال ذهاب مجموعات إلى القيادة، إلى المحافظة، إلى المجلس التنسيقي، هذا الضغط الشعبي يدفع الفصائل نحو الوحدة. وفيه تأكيد على أن الشعب الذي هو أنتم يعيش صحوة فكرية وفهم ثاقب لعلمه وإدراكه أن الفرقة
هي أكثر ما أضر بمقاومته، وأن الاعتصام هو الضامن الوحيد لاستمرار المقاومة والنصر الأكيد. الثاني، الضغط على السلطة المحلية من أجل أن تقوم هي بالضغط على رئيس الجمهورية والحكومة والتحالف من أجل دعم المقاومة ومدها بالسلاح والذخيرة ورفض المقاومين بالمصاريف والتغذية الكافية واللازمة من أجل الحسم والإسراع في التحرير. الإعلام المطلوب منه أن يتحرك في اتجاهين: الاتجاه الأول دعوة لتجار المحافظة لدعم المقاومة. قبل أيام كان العميد يوسف السراجي موجود هنا مع المحافظ، وقال المحافظ والعميد بلسانهم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة، كلنا سمعنا هذا الكلام. الآن المطلوب منكم كشباب وشابات تعز كإعلاميين الضغط على المجلس العسكري للإسراع بالعمل لهذه الغرفة حتى تتحرر مدينة تعز. صحيح شكلتم غرفة، لكن الغرفة هذه لا نريدها أن إيش تكون نائمة. شكلتم غرفة، ابدأوا بالعمل، حددوا مكان يتم تحريره، اجتمعوا فيما بينكم، ضعوا الخطط وابدأوا بالعمل. مع كل ما ذكرت أقول المقاومة لن تموت بعد صمودها، فلو كان مقدرا لها أن تموت لماتت منذ زمان. المقاومة مستمرة. مرة أخرى أشكر جهودكم الجبارة التي تهدف لتحرير تعز أولا، ونحن معكم ننادي تحرير تعز أولا. مطلب الشارع بضرورة الحس وعواقب التأخير، محور يقدمه الأستاذة شفيقة القدسي. لأنه تأخير الحسم قلنا أكثر من شهداءنا وجرحانا ومعاقنا، وكما وسع رقعة الدمار، وسعت رقعة الدمار في تعز. يعني كانت مثلا مناطق محددة معرضة للدمار، لكن الآن أغلب مناطق تعز صارت يعني تعاني من الدمار. تصوروا كمان من معوقة من أسباب التي تجعل الناس يطالبوا بسرعة الحسم. يعني تصور أنت أولادك مثلا حرموا، في طلاب كثير حرموا من الدراسة. يعني السنة اللي فاتت كان أول سنة كانوا قدوم بالترم الأخير من الدراسة، راحت السنة قرحت عليهم. أجات السنة هذه برضو إيش قرحت، يعني المدارس مغلقة من الرياض حتى الجامعة مغلقة، ما عدا المدارس طبعا اللي عمل فيها الجنود المجهولين، وهم أغلبهم اللي يعملوا متطوعين، يعني هم لا يقلوا عن في أعمالهم عن أعمال الذين يدافعون في الجبهات، هؤلاء الناس الذين يعملون في المدارس. المواطن في تعز ضاق ذرعا بالحياة السوداء، بحياة السوق السوداء، من دبة البترول لا عصرة البصل وهو كله سوق سوداء. يعني هذا يقول لك هذه 12,000 الدبة البترول أول أمس ارتفعت 12,000 شل ولا سيب، هي ب 12 أنا دخلتي كذا ب 12,000، وصاحب المصل يقول لك ارتفع الدولار، هذه كانت ب 50 اليوم قد ب 250. الغاز اختفى، رجعنا قلنا بالشجر، حتى اللي كان محتفظ له بالشجره بحوش بيته قزر ابوها. يعني انتقلنا، يعني تحولنا الى خلاص ما عاد نرجع بعد ان ناكل بعضنا، بعد اذا قد اكلنا الشجر ما عاد نرجع ناكل الحجر، وهكذا. يعني حتى تراب تعز اعتقد انه الان يئن ويقول حرروني من كل هذه المظاهر، واريد ان ارى شباب تعز يشاركوا بالاعمار، يشاركوا باعاده فتح المدارس والجامعات،